خويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مغرمة تونس الكل، خويا بالبزرت البنجردين، شيخ خويا وزاهين الناس الكل، تونس خويا 24 ولاية، كل حومة واسمها، كل حومة وقدرها، كل حومة ومغرومها، وتزاير خويا 48 ولاية بقدرهم واخواتنا في الدين والإسلام ونفس الدم وسقيت سيدي يوسف اللي جمع الدم لها بابا الزين. جاي باش نحكي كلمتين خويا متيسر عندي ما نحكي، وديما ديما نعاودها، الطموح الأول والأخير نطلعوا بالغرام درجة. بابا خويا، أول حاجة تصويرة الكبش اللي حاطها في الفيديو هذه إيدير، أنا باش نحكي على صفات الكبش. حديت التصوير هذه على خاطر كبش مزيان برشا ونحبه برشا، هو مشى على روحه متاع خونا مراد بن عميرة ربي يعوض عليه فيه، وكبش بريمة برشا حطوا كيكر وخاطر نحبوا الكبش هذي. لا علينا أخوي، كيما الناس اللي كنا نعرفوا اللي الغرام هذية فيه الربح وفيه الخسارة، هذي حاجة نعرفوها من أول الدنيا، ومش حتى كان في الغرام، في كل شيء، في أي مسابقة، في أي لعبة، في أنت تعيش في الدنيا باش تربح عبيد وتخسر عبيد، باش تربح فلوس وتخسر فلوس. لا علينا، نرجع لموضوعنا. قلت لك في الغرام متاعنا هذايا عدنا ربح وعدنا خسارة، مي الخسارة متاعنا كاسحة علينا برشا، الخسارة كاسحة والربح عمره ما كان مادي. نحنا خويا نجمو نربحو خويا ربح متاع غرام متاع شيخة ودوخة وناس زمنية في ريوسها. ما نطولش عليكم، علاش نحنا كباش راتسة وكباش قرن ومد وبعبوس كي قدر الله ما شاء فعل وخسر الكبش، علاش نذبحوها وعلاش نبيعه فيه ب400 ألف و500 ألف وقت اللي أنا قدر نخرج منه شتلة مزيانة؟ علاش نقتل في الغرام بيدي؟ علاش ناخو كبش باكو زوز باكو معناها مليون والزملاين ونعمل بيه طرح واثنين وثلاثة بعد لقدر الله يخسر لي نبيعه ب400 دينار وقت السلالة هذيك والرادسة هذيك ما عادش تجي لتونس؟ علاش الززار خير مني ولا الفلاح اللي باش تبيعوا له خير مني؟ علاش ما نخليهوش وناخذوا نعجه ولا نبعثوا له السروح بعد واحد معرفه ونخرج منه فروخ وكربح في جيبي؟ عباره نبدل في الفلوس. انا كبش كان ربح، ربحت قدري وربحت اسمي وربحت الشامبيون، كان خسرت باقي ربح اسمي وباقي الفروخ تجي. علاش نحن نحبوا الكيك اخويا؟ عبي وجيب عبي وجيب، ما ننذكوا، ما نقتلوش الغرام، ما نقتلوش الراتسة، الراتسة غالية راو يا بابا، راي الراتسة غالية برشا راو، ما عاش حتى كبش يجي كيما إيدير وشبة إيدير والوحمة متاع إيدير. يا رسول الله كبش اشتر بشتر ما شاء الله، وما عادش حتى قرن يجي كيما قرن البوكا حرام، وما عادش حتى قرن يجي كيما قرن السماريسة. والناس اللي تعرف سماريسة الكبش لحم القديم والشلل الكبارات تسمع فيا، ما عادش حتى كبش يجي كيما السكبين، ما عادش حتى كبش يجي كيما كوبرا، ما عادش حتى كبش يجي كيما التيجر، ما عادش حتى كبش يجي كيما الرهيب. ما نقتلوش الراتسة، الراتسة بنة الكبش، بنة الغرام، نظرة على نظرة وبنة على بنة. رد بالك، رد بالك، راك تندم، رد بالك تعمل الغلات يا خويا، ماك خسرت انت الطرح نورمال. نحن داخلين الغرام هذايا حاطين الخسارة قبل الربح، ناس خسرت صحتها مش باش تلوج معاهاش الزقرون وصوفها. مي خليني شيخ بغرامي خويا، انا ما نعيشش في الغرام بهلول، عمري ما يكون الغرام قوة فلوس. صدقوني اللي كل شهر ياخو في كبش، ثم شكون يقول لي ما عنديش سباس، ثم شكون يقول لي ما عنديش كمشي تلهيلي بيه، ثم شكون يقول لي ما عنديش وين نحط، ثم الاعذار موجودة. مي الغرام اقوى من الاعذار هذا ما بابا الباهي، الاعذار موجودة، مي الغرام اقوى. عايش خويا، نعرف الظروف ونعرف كل مغروم كيفاش حاس، واللي حاد كبشه فوق السطح واللي حاد كبشه كاريلو جراج بالذم. اي بابا، اي غرامنا راو مستاهل، راو مش اللي يجي يربط كبش، راو نعرف اللي الدويات غاليين والشبه غاليين. مين نجم انا نخدم غرامي بيدي؟ تربح غرامك، انا عنوان الفيديو كيفاش نربح من الكبش الخاسرة، نربح الجينات، نربح الراتسة، نربح فرخ يجيني من الحيط ما نصرف عليه حتى فرنك. هذا الغرام، هذه البنة، مانيش نفرض على الناس الكل راني باش تعمل كيما نحكي انا تو، ومانيش نقطع في قسم البياعة. انا حكيت على انسان عنده الفضاء وعنده الوسع خويا، خلي شيخ، خلي يعمل بونكيف على غرامه يا غالي، خلي يعمل بونكيف، هو باش نوريكم اقوى دليل على غرام.
تفرج يا مغروم ومتع عينيك، تفرج يا مغروم وشيخ. إذا ما على فكرة أولاد الكوبرا محمد مرزوق حي الخضرة ربي يبارك له في التسيورات هذاما مرجلين، وعلى فكرة كوبرا ربح يدير في الكومبات 9 لا علين. تفرجت في الشيخة شفت الغرام يا غالي، شفت البنة على بنة، شفت روح الزبدة. ريت غرامنا كيفاش خويا، تك علوش خويا من تحت امه نكبر، وعندي فيرما متاع جاري وديما نعاود ونقولها راني يا غالي مانيش بالسيف على مغرمة، واللي ما يقدرش انا معاك. تي انا واحد من الناس ناخذ فيك باش حاضر نسيب فيها راو، مي نعطي في مثال حي خاطر ديما نقولوها ونعاودوها، خاطر انت بينك وبين روحك باش تقول. تي يا معلم تدري بظروف العبيد، تي برا تلي في روحك من حقك تقول هكايا، مي انا ننصح فيك كمغروم كاخو كاخو باش نهار اخر كي ينوب عليك ربي وتلقى الاسباس تنجم تمتع روحك. يا اخي الكلام اللي نحكي فيه انا زعما انت ما تعرفوش، انت تعرفوا مي غيرك ما يعرفش، غيرك جديد. عندنا 5000 مغروم في تونس، غدو يولوا 10000 خلوا حاجة للتاريخ. عايش بابا امان ارحمني. ريت نحنا كمغرمة وانا في اولكم رانا نحب نزيدوا في الغرامة ذي درجة، نحب نخرجوا الكاليتي لبريمة. راهو فرق كبير، فرق كبير بين علوش من تحت امه خارج من يديك انت، وتعرف بوه وتعرف امه وتعرف الكبش هذي شنيه مرسوم نهار اخر باش يولي، تعرف الكبش وين ثنيته وانت تفهم فيا. فرق بين تاخو كعبة كيما كيكة وتخرج كعبة كيما كيكة، فرق بين تاخو كبش ولا فرق حاضر. كان في الدلال مش كيف ما يعز عليك كان ولدك يا ولدي، وجيب ولدك شباب الناس الكل تبوس، وانت راك مش كيما توكل ولدك، مش كيما توكل ولد الجيران، راك تبدا حاجه مخرجها انت دليل اخر وعز اخر وخدمه اخرى. حتى ريت كتابه للبطحه بنا اخرى وفرجه اخرى، تشوف في تعب قاعد يعارك، ماكش تشوف في كبش قاعد يعارك، تشوف في التعب نتاعك قاعد يعارك. لا هي الغرام راب يا الغرام راهي عمرها ما كانت قوه فلوس راب. تحذرت على مغرم انا عملت ابطال ب 400000 ب 500000 كيفاش؟ مغرمة صنعت الكباش، أما في وقتنا تو فما كباش صنعت العبيد، فما وقت المغرمة صنعت الأبطال، أما وقت السنة حاش اللي ما يستاهلش. كباش ردت العبيد أبطال، العبيد ولت أبطال، فهمتني بابا الغالي صاحبي؟ ما نطولش عليكم، أنا جاي راني باب نسيح، لاني جاي نفلم على الناس لا حد شي، خاطر في وقت من الاوقات استحقيت نصيحه وما لقيتش شكون ينصحني وحاططها في قلبي وعملت اليوتيوب هذي. ما نطولش عليكم خويا، صلى الله وسلم وسلم على سيدنا محمد، وشهر رمضان شرف ذي الخويا ابونيفو وديما جدي يا رابح برشا بنا في ثنيه خدمه نار يا ستار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد يا بابا، بر السلامه.